ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. معانا واحدة من أهم لاعبات كرة اليد اللي مروا على النادي الأهلي، كانت كابتن الفريق السابق، نجحت في رفع كؤوس كتير جدا جدا جدا، لكن للأسف خرجت الخروج من الباب الكبير واعتزلت اللعب وهي في قمة عطائها في لعبة كرة اليد. بتعتبر واحدة من أنجح الشخصيات داخل القلعة الحمراء سواء على الصعيد الرياضي أو الإداري. بتشتغل دلوقتي في إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، لكن خلونا كده نروح نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا مع بعض منورانا الكابتن مي هشام، نجمه الاهلي السابقه في كره اليد. اهلا بيك يا مي. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. احنا سمعنا طبعا، شايفانا محتفلين النهارده براس السنه كده شويه. احمر وحركات. قولي لي، بتحتفلي ازاي براس السنه او ايه الخطط بتاعتك؟ اعتقد هتبقى جزيره القطن. يعني بتبقى الدنيا في الاغلب بتبقى زحمه ففي الاغلب بنقعد بقى ونحضر. أيوة. فيلم وفشار وحركات، ده اللي كنا البساطه اللي لسه كنا بنتكلم عليها. بس اعملي ما بتعمليش بقى الاحتفالات، لو اسافر بلد واعمل مش عارفه ايه. لا لا، يا دوب تقعدي. لو انا مسافره من قبليها تمام، لو انا مش مسافره ما بتسافريش عشان راس السنه. لا. طب انت قولي لي، زحمه موت، زحمه وبتبقى غاليه جدا عامه بيني وبينك. طب قولي لي ايه ذكرياتك مع راس السنه؟ يمكن في ألمانيا يعني حسيت الأجواء مختلفة شوية عن جداً. عننا. إن أنا درست في ألمانيا، قعدت هناك 6 شهور، فالدنيا كانت مختلفة خالص في الكريسماس، غير ما احنا متخيلين خالص. أوكي. فكانت الأجواء ظريفة جدا. عمر هيتبسط قوي قوي قوي. وانت لسه جايبين سيرة ألمانيا النهارده. ابني هيدرس في ألمانيا. ابني برضه هيدرس في ألمانيا. كانت لذيذة الدراسة في ألمانيا، أعتقد صعبة يعني. انا كنت بدرس هاندبول برضو، يعني دوره. أوكي. تخصصيه في الهاندبول. احكي لنا عن ده. ده كان سبب الاعتزال بقى. لا يعني لسه جيلي كان بقى عشان تقول لنا. نطيت انا نطه كبيره صح؟ مش مشكله خالص. بس اتبسطتي في المانيا؟ جدا. طيب احنا هو المانيا واللي حواليها بقى، يعني يوروب كلها حلوه، حلوه قوي. طب هناخد نبتدي معاكي كده من الاخر كده. انت كنتي نجمه كبيره قوي قوي، يعني كنت محققه حاجات حلوه قوي في النادي الاهلي، ليه قررتي تسيبي؟ ليه قررتي تعتزلي؟ هو في كل الاحوال انا هسيب يعني. صحيح. فيعني اخترت الوقت اللي ممكن ابقى فيه يعني ستار، او انا اكتر وقت اكون انا يعني خلاص هبدا بقى الكيرف ينزل وفيه ولاد، يعني بنات بتبدا تطلع ناشئات، فيعني اتجه بقى اتجاه جديد واشوف حياتي، اشوف الدنيا تمشي ازاي. وكان كنت قدمت على المنحه ان انا اروح الكورس ده واتقبلت، ومن هنا بقى جت القصه ان انا لا خلاص ده اخر سيزون ليا، وانا هعمل بقى تيرنينج بوينت واتجه للتدريب، خاصه ان انا معايا ماجستير، ولما رجعت كملت دكتوراه. فالدنيا بقى حسيت انه يعني اكتشف نفسي كده في التدريب بره قبل جوه. ايوه طبعا، عشان ما تصدمش. حسيت انه قرار مظبوط، يعني ما ندمتيش على القرار ده، جه في وقته. وانت كمان كان عندي تشبع يعني. انت كمان انا حاساكي بتكلمي انها مع فكره ان انا اعتزل وانا ستار. انا في نظر نفسي ده يعني ممكن وجهه نظري الدايمه. انا حتى الكوره اشوف انه لعيب الكوره يعني اعتزل وانت اسطوره. لانه لازم الفكر ده اخر صوره ليك عند الناس هتبقى اللقطه دي صح. فانا في يعني انا نازله الجيم الاخير وانا عارفه انه اخر ماتش ليا، بس ما كنتش قايله لحد. بقى قد ايه القرار ده كان عارف. قرار صعب قوي. قد ايه كان صعب يعني، حسيتي بايه؟ انا كمان يعني الرياضه التزام، بالذات لو بنلعب على مستوى عالي بيبقى التزام كبير قوي، فما كانش في حياه بقى اجتماعيه ولا يعني ما فيش يعني بنأثر في حاجات تانية في حياتنا. أكيد. ومع أكيد. الناس اللي يعرفونا. حسيت قوي ان الدنيا لا ممكن ان احنا اعمل ستوب وابدا بقى صفحه جديده يعني، وخاصه ان الواحد الحمد لله كان يعني جاب الاخر، فعايز بقى يجدد ويشوف نفسه ويختبر نفسه في حته جديده خالص يعني. النقطه برده مهمه جدا دي. انا حاسه انك عايز تعيطي. لا خالص بجد. جدع. انا ما بعدتش، انا لسه في الملعب. طيب انت مع انه الست في الاخر ملهاش غير البيت مهما لعبت رياضه او كذا او كذا؟ بصي خليني اجيبها لك من ناحيه تانية. اوكي. هو احنا لو قعدنا في البيت مش في مصلحتهم. برافو عليكي. برافو. فخلينا افضلك يا ويلك. لا المشكله دي فهم بيسبورتوا، اعتقد يعني هم كمان بيسبورتوا القصه دي، بحيث يبقى في يعني روحي فرغي طاقاتك طبعا بعدي شويه واحتكي وشوفي الدنيا
يعني من غير ما ايه ما يبقى قاعده في البيت مستنيه ان هو يجي ونتكلم. هو برضو بيبقى عليه ضغوط طبعا طول الوقت يعني. لكن ماي ما جاش في دماغك بعد لما انت قررتي تعتزلي ان انت تحترفي وسافرتي بره وعجبتك؟ انا جالي وقت ما انا قبل ما احترق يعني قبل ما اعتزل جالي كام حاجه بس ما كانتش يعني حسيت الموضوع مش قوي يعني ما عندوش العائد. وخاصه ان احنا هنا في مصر بنعمل حاجات كتير يعني بندرس ونلعب بنشتغل ونلعب ونلعب نادي ومنتخب يعني بنعمل ادوار كتير قوي ويمكن ده بيقلل من طاقتنا. انما بره هم بيلعبوا هاندبول فانا ما بعملش حاجه غير هاندبول. هي دي شغلانتي ان انا رياضي فانا لو رحت هناك الحياه هتبقى فاضيه قوي عليا مش هقدر يعني حتى وانا في الكورس كنت حاسه بفرق لا انا هموت وارجع مش يعني قعدت شويه مبسوطه وسافر لا كنت متاقلمه جدا مع نفسي ولكن الحياه شويه مش زينا هنا في مصر. عندك هنا عندك كذا حاجه تقدري تعمليها هنا مصر ما بتنامش انت بس بتعملي الكورس بس بالظبط بس فانا بشغل وقتي بقى انزل مثلا معايشات لكذا اروح كذا يعني اذاكر اكتر يعني اشوف الناس بتعمل ايه اكتر ما بقاش قاعده يعني انا جيت بقى خلاص يا اضيع الوقت في حاجه مفيده مش هعرف اعوضها تاني. اكيد فادتك التجربه طبعا جدا والتفرغ ده اكيد فادك. فادني برضو جدا. مايا انا بحب قوي لما حد يجي يتكلم كده من الرياضيات بالذات الستات بحب كده ايه يقعدوا يحكوا عن حاجات بيرسونال ملهاش علاقه بالرياضه. تمام. انت متجوزه احكي لي بقى الاول قابلتي جوزك ازاي والقصه بتاعت زواجك كامله لا احنا قصه عاديه جدا يعني معرفه من عندي ومن عنده تعرفنا على بعض الدنيا مشيت يعني موضوع يعني يكاد يكون صالونات يعني فعلا. ما كانش في كان تقليدي جدا الدنيا ما كانتش فيها اي سسبنس. السسبنس بقى بعد ما تعرفنا على بعض ايه اللي حصل ان هو زملكاوي جدا لا جدا اوكي طبعا ده صراع ايه ده صراع ايه ده يعني بيجي يحضر الماتشات بتاعتي يعني موضوع صعب عليه ايه يعني تخسري سقف لي بس مش قادر يشجع مش قادر يقول يا نهار ابيض يعني لا عايز اعرف لو اهلي وزمالك بيلعبوا في البيت هتعملوا ايه لا ده احنا بنتفرجوا مع بعض بنفرتك الدنيا بتتفرجوا مع بعض فعلا طب ليه بتتفرجوا مع بعض ما ينفعش هو يفرش العالم على الليفينج وانا ليا لا 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 هو ليه جزء والبس التيشيرت لا لا ده بص بيعمل ايه ده بيفرش لك العالم على الكرسي جدا وانا لو لقيت ان احنا مش موفقين يعني خسرانين يعني خش اعمل الاكل منتهى الادب يعني نادرا الصراحه ولكن فاكره في ماتش معين مثلا الموضوع قلب بخناقه بجد في البيت لا ما بتخانقش بصراحه مش خناقه اللي هي خناقه متجوزين بس هو بيجي بقى ايه وبتاع اي استفزاز يعني طبعا وانا ايه جود جيم انتوا كنتوا كويسين جدا ولكن ولكن يعني انا حقك تتحب يعني اصلها رياضه بس لما انا بكسب ما فيش خلاص طبعا طبعا انت لما بتكسبي وهو اكيد لما انت لما يعني مفيش برضو عنده حته الروح الرياضيه دي مش موجوده اوكي والله ده كتر خيرك ده انت روحك رياضيه قوي انا ما اعرفش الامور بشكل خفيف بقى يعني يعني لو راكبه معاه العربيه هو بيسمع اغاني الزمالك لا لو انا اللي موصله تليفوني فانا بشغل اغاني الاهلي فمن هنا بقى الصراع مين اللي سايق عربيه مين فاللي يشغل اللي في عربيته يشتغل على الشغل هو عايزه انا بفتح بقعد اصور بقى طبعا يعني لا 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 ده كوميدي لا لا روحها رياضيه قوي ما شاء الله عندك اولاد لا ما عنديش اولاد ما تستعجليش كده كملي انا عايزه اعرف برضو باباكي ومامتك كان دورهم ايه معاكي في مشوارك وساعه لما قررتي تعتزلي بحس الامهات بيقولوا هو كان يعني والدي الله يرحمه كان مفضل جدا ان انا اعتزل قبل ما اتجوز يعني اوكي خلاص بقى نبدا صفحه جديده علشان الجواز عشان الجواز بقى نقفل القصه دي ونبدا حياه ثانيه ولكن لا هو ومع كل اصابه هو كان بيبقى مايل قوي للفكر ده انه كفايه بقى يعني ولكن انا مش هعمل يعني مش هعمل تاهيل واحس ان انا برجع وبعدين اقعد في البيت لا مستحيل انا لازم اكمل تشالنج لحد الاخر لحد ما انزل وارجع انا يعني مش بس انزل الملعب انا انزل والعب وارجع ليا يعني ارجع للي انا متعوده عليه من نفسي عشان امشي وانا تمام هي نفس الفكره يعني ولكن يعني كان يعني محبس جدا ان انا يعني تمام يعني تعتزلي دلوقتي ان انا اعتزل بقى انا يعني القرار كان اكتر بيني وبين محمد اللي هو جوزك كان رايه ايه هو قال لي تلعبي
قلت له انت ايه الكلام نلعب؟ قال لي لا اتبسطي لحد ما تقولي انا ستوب، انا مش قادر اكمل، انا معاكي. طب يعني تفتكري مش رفضه او ميله ان انت تعتزلي؟ هو والدك كان مدرب؟ كان مدرب. ووالدتك الله يرحمها؟ ووالدتي برضو. اوكي. طب هما الاثنين بقى كانوا يعني المفروض هو فاهم، هو عشان فاهم مثلا صعوبه اللي بتواجهيه او كده، فعايزك تريحي. هو شايف انه كتير. وانا بقول فعلا انه يعني صعب. هو صعب لاني بشتغل وبعدين بروح التمرين وبعد كده ارجع شوف بقى حاجات بيت بقى بيت وكده غسيل بقى. يعني انا في الاول ما كنتش مستوعبه انه صعب. يعني ان انا لازم اعمل اكل عشان اكل، يعني لو ما انا ما عملتش الاكل انا مش هاكل. ايوه فكانت طبعا. شويه بالنسبه لي مش مستوعبه الحياه، فضلت شويه تعبانه. يعني مجهودي رايح في انه مشتته بين حاجات كتير. هو كان ليه حق في القصه دي، ولكن لا لعند بقى لازم اتغلب على القصه دي وان شاء الله انا هبقى كويسه. فقلت بقى لا نغير بقى كل اللي بيلعبوا هم يعني متزوجات، هم عندهم نفس عندهم لما بيجوا يسالوني لا هتتعبوا شويه وبعد كده تتاقلموا كده الدنيا هتمشي وهتبداي بقى ايه حط حاجات في الفريزر يعني هتمشي الدنيا يعني. بصي هي حسب القدرات. يعني انا شخصيا ما في بدايه جوازي ما قدرتش اعمل ده صح خالص، خاصه ان انا اتجوزت خلفت على طول، فكان صح الموضوع صعب جدا. صح مع الوقت خلاص قدرت اعرف. هي حسب قدره كل واحده، هي مش قاعده فعلا. فعلا فعلا صح. ما قبل ما نقفل موضوع الجواز انا مقتنعه بحاجه خلوني اقولها لكم بقى، يعني بما اني انا الوحيده هنا اللي ما اتجوزتش. يا جماعه دي صورتك انت وجوزك؟ ده كان في الانتخابات. اوكي انتخابات نادي الاهلي. انا مقتنعه انه مش كل الناس مؤهله انها تتجوز، يعني مش كل الناس عندها قدره على اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. طبعاً. ان انا اروح لسه هشوف هاكل ايه، يعني ربنا يديها الصحه ماما حبيبتي. لو انا ما روحتش من هنا لقيتها عامله الاكل مش هاكل، هنام ايام كتير. صحيح. يعني ما انا كنت كده. تحيه كبيره لكم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده بصراحه. خلي بالك هو هي مش بطوله برضو، احنا كلنا كنا كده، بس هي استعدادات. خلاص بتبقي عارفه انت داخله على الخطوه اللي جايه، فبتبتدي تستعدي بتتعودي زيها زي اي احنا برضو يعني. بنقصر يعني ساعات اكيد اكيد نقصر شويه ونظبط شويه. ده دور البارتنر اللي معاكوا ان هو يسبورت. نروح للنادي الاهلي. ايوه نرجع بقى كده لبطولاتنا الجميله. انت حققتي مع النادي الاهلي بطولات كتير، عايزاكي تكلميني عن بطولاتك مع الاهلي وتكلميني عن الاغلى فيهم. الاغلى طبعا اخر بطوله دي كانت ليها يعني انا ما اعرفش كنت هعتزل ازاي لو انا ما كناش كسبنا. دي كان ده كان اخر كاس انا رفعته بالظبط. فده كان دي كانت اصعب، ولكن مع كل بطوله مع كل جيم في صعوبات صغيره. يعني اكيد التمرين الاستريس، احنا عايزين مثلا في ترتيب الدوري لا لازم نكسب. يعني في كل جيم ليه طبيعته، ليه تفاصيله. في مشكله ولازم نظبطه، مثلا الصغيرين ما اندمجوش معانا فاحنا عايزين نلعب يعني بيبقى دايما كل جيم وكل وقت في الموسم بيبقى ليه تفاصيله يعني. فهي كلها مشوقه. كل تمرين ليها قصة معينة فيها ليها تفاصيل. طبعا بتشوفي في صعوبة كرة اليد النسائية فيها صعوبة أكتر من كرة اليد الرجالي، وإيه وهم متفوقين في إيه؟ يعني إيه اللي ناقصنا؟ يعني إحنا مش ناقصنا حاجة، إحنا بنلعب برة يعني بنمثل وبنروح يعني مش يعني تكنيكال إحنا مش ناقصنا حاجة. أوكي. فيزيكالي مش ناقصنا حاجة. أيوة. بس في سبورت وده مبني من ثقه. يعني في سبورت للولاد اقوى لانه هم بيدوهم بيكسبوا فالدعم بيزيد فهي سايكل. بديهم ثقه بيكسبوا وطبعا فاينانشال ايشوز بقى وحركات. فانا بدعمهم وبديهم دعم مالي وكل حاجه. بيروحوا بيكسبوا بيحققوا بيرجعوا فبكرر السايكل تاني وبزود كمان. ممكن البنات الدروبات اللي حصلت بالتوقفات اللي حصلت اثرت شويه، ولكن انا شايفه الدنيا بدات ترجع. يعني الدوري بقى اقوى بكتير دي حقيقه دلوقتي. يعني بقى في صغيرين، بقى في عقود، بقى في منتخب يعني بيسافر ومكمل وهيتجمع وبيجيب بطولات. ده مهم يعني ده مع الوقت بقى احتكاك. ويعني ده يعني احنا مش بعاد. يعني انا لما سافرت المانيا
هم اوحش من يعني الانديه اوحش مننا. بقول ده احنا كويسين. قصدك اوحش كمنظومه ولا كلاعب؟ اوحش كمستوى يعني هم مش احنا مش بعيد احنا قريبين يعني لو لعبناهم لا ماتش في الملعب ونلعب ونادي مش بعاد. وده اللي ظهر في افريقيا انه في ماتشات احنا كنا كويسين وكنا راكبين وكسبنا ماتشات مهمه منتخب السيدات اللي كان مسافر في افريقيا بس مع الوقت في بقى خبرات في قله لعب في كل ده هيجي مع الاستمراريه هتلاقي الدنيا دي فرقت تماما يعني. فاعتقد هو ده الفرق بيننا وبين الاولاد. حلوه قوي. ما هي انا مش مصدقه ان الفقره خلصت وكلامنا. انا لسه كنت عايز اسالك على حاجات كتير بس اسالك عليها بعد الهوا. نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا ليك. ميرسي جدا. للاسف خلصت فقرتنا. كابتن مي هشام نجمه النادي الاهلي السابقه في كره اليد. انا قبل بس ما اخرج عايزاكي توجهي رساله لجماهير الاهلي. اقول للجماهير يعني يصبر على اللعيبه يعني ساعات بيبقى عدم التوفيق مش في ايديهم. ده في الاغلب بيبقى كده ولكن هو نفسه يكسب نفسه يحقق من اصغر لعيب لحد الفيرست تيم. فاكيد الـ يعني الكومبيتيشن هنكسب فيها وهنادي وهنبقى عايزين نرضيكوا وكل حاجه بس ساعات الظروف بتبقى اقوى ساعات بنبقى غير موفقين ودي حاجه بره ايدينا كلعيبه. فان شاء الله خير ويعني ان شاء الله ان هم يتبسطوا السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. نورتينا. بتمنى لك سنه سعيده تحققي فيها كل اللي انت بتتمنيه. ربنا يخليك. ميرسي. خلونا دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بمفاجاه حلوه قوي قوي قوي.